نسمي الدول التي نعم تهتم أو تريد أن تستحوذ أو تؤثر على القرار العراقي، وهما إيران وتركيا. هاتان دولتان لا تريدان دولة قوية في العراق، لأنهما عبر التاريخ العراق كان مؤثرا في كلا الدولتين. نعم وأعتقد أنه العراق بحاجة إلى تحالف دولي قوي كي يتمكن من أن يقف على قدميه، وأن لا تستحوذ عليه أو تهدده أيا من الدولتين، وخصوصا إيران. السؤال هنا، التحالف الدولي القوي بقيادة من؟ يبقى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، الولايات طيب المتحدة هي التي تقود العالم الغربي، طيب العالم طيب الديمقراطي، العالم الثري، العالم الصناعي، هو بقيادة الولايات المتحدة بدون منازع. إلى الآن إلى أوروبا الآن الفكرة والولايات المتحدة. مثيرة للجدل. دكتور علي، يرى الدكتور حميد الكفائي أننا يجب كعراق أن نتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو على الأقل أن نكون في تحالف مع دول أخرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لأن العراق وسيادته مهددان من قبل تركيا وإيران، وقال يجب أن نخرج من المخلب الإيراني بتحالف دولي قوي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فما رأيك؟ هذا من حق الأخ أستاذ حميد أن يقول هذا الرأي، ونحن نختلف معه في الرأي. المشكلة الأساسية في التدخل السياسي هو من مشاكل التدخل الأساسية التي تقوم بها الولايات المتحدة داخل المنظومة السياسية العراقية. نعم. وليس هناك من المخاطر الحقيقية الخطيرة إلا التدخل الأمريكي. التأثير الإيراني الذي وقف مع العراق عندما اجتاحته داعش وقدمت السلاح وقدمت الشهداء. هناك حزب الله الذي أتى وقاتل في العراق، ولم يتقدم الأمريكان للقتال إلى جانب العراقيين ضد داعش. كل الذي مارسوه بعد 6 أشهر طيران جوي وقصف جوي. أما تركيا فهي في مرحلة من المراحل تتحرك بقرار دولي وبطلب دولي من تأثير الولايات المتحدة للضغط على العراق. وهناك نزعة جديدة عثمانية في عند أردوغان تحاول أن تفرض هذه سوريا، وهذا هو ما يؤثر العلاقة بين تركيا والعراق. ولكن هي ليست من الخطورة، ولا نحتاج لحماية الولايات المتحدة ولا لأوروبا أن تقف ضد إيران تحمينا من إيران أو تحمينا من تركيا. لدينا الحشد الشعبي ولدينا القوات الأمنية القادرة على مواجهة هذه الحقائق، ولدينا قوة السلاح وصناعة السلاح.